بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو عيسى الترمذي في كتاب النكاح: باب ما جاء في الرجل يسبي الأمة ولها زوج هل يحل لها أن يطأها. قال: حدثنا أحمد بن منيع، هو لها زوج، يعني معناه أنها ربما تكون حامل، وحتى لو لم تكن حامل لابد أن يستبرئها بشيء. هكذا قال غير واحد من العلماء، قالوا: لكنها لما تكن غير ذات زوج فالمظنة لعلها تكون حامل، فهل يطاعها؟ قال: حدثنا أحمد بن منيع أنه قال: حدثنا حشيم وابن بشير ثقة إلا أنه يدلس، وهنا سرها بالتحديث. قال: حدثنا عثمان، وهو عثمان بن مسلم. أي نعم، هذا هو عثمان بن مسلم الصدوق البتي، معروف عثمان البتي، هذا له ذكر. أي نعم، له ذكر في بعض المناظرات بين بعض الأئمة. نعم، عثمان البتي. أنا أبو الخليل هو صالح بن أبي مريم، وهو أيضا صدوق. أنا أبي سعيد الخدري صدوق، بعضهم قال ثقة، على كل حال حديثه إن شاء الله حسن أو صحيح. أنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصبنا سبايا يوم أوطاس. يوم أوطاس، أوطاس هذا واد في حنين، فأصابوا سبايا يوم أوطاس ولهن أزواج في قومهن، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانهن، إلا ما ملكت أيمانكم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وهكذا رواه الثوري عن عثمان البتي. أنا بالخليل، أنا بسعيد، وأبو الخليل اسمه صالح بن أبي مريم. وروى همام هذا الحديث عن قتادة عن صالح بن الخليل. أنا بألقمة الحاشمي، أنا بسعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا بذلك عبد بن حميد قال: حدثنا حبان بن هلال أنه قال: حدثنا همام. الحديث إن شاء الله صحيح من طريقين، وكلاهما إن شاء الله يقوي بعضها بعضا. فما معنى يعني والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانهن؟ هل هن حلال لهن مطلقا إذا جاءت في السبي؟ فالمرأة يجوز له أن يطأها؟ ليس هذا هو المطلوب هنا. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، إلا أنه كما جاء في رواية أخرى لابد أن يستبرئها، كما جاء في روايات أخرى واضحة جدا. نعم، فجاء فيه: إذا انقضت عدتهن كما قال بعضهم، لكن تفسيره، لكن العدة تكون استبراء الرحم برحم بحيضة واحدة فقط، بحيضة واحدة كما تأتي الرواية إن شاء الله، وهي جاء فيها أنه لا يحل لامرئ يؤمن بالله أن يطع أمة إلا بعد أن يستبرئها بحيضة. فبذلك يكون المقصود حيضة هي عدتها إن شاء الله. إذا انقضت عدتهن كما قال هنا، قال النووي: المراد بقول إذا انقضت عدتهن أي استبراؤهن، وهي إذا كانت حامل فبوضع الحمل وبحيضة من الحائل، يعني إذا كانت حامل، فإذا كانت هي غير حامل فيكون بحيضة واحدة كما جاء في الأحاديث الصحيحة. فإذا يفسره
الأحاديث أو تفسره الأحاديث الأخرى بأنه إذا انقضت عدتهن إذا كنا حوامل، أما إذا كنا غير حوامل فاستبراء بحيضة واحدة فقط. ثم جاء باب ما جاء ثم قال باب ما جاء في كراهية مهر البغي. البغي وهي المرأة التي تتكسب بفرجها أو تستاجر فرجها وهو البغاء، وكان العرب معروف لديهم ما كثير من مكارم الأخلاق، لكنهم كانوا يوجرون أو يستحملون الإماء، حتى في بعض الأحيان سبحان الله كانوا يرسلون إلى رجل قد يكون فارسا قويا وكذا، فكانوا يطلبون الولد مثله، كانوا يستحملون ويرسلون حتى تحمل منه فقط، فهذا كله كان موجود. بعضهم كان يتكسب ويأتي يأخذ عليها أجرا أو أجرة. قال حدثنا قتيبة وابن سعيد البغلاني قال حدثنا الليث بن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. مهر البغي المقصود منها وليس مهرا، إنما ما تأخذ أجرة على الزنا أو البغاء فسمي مهرا تشبها بالمتعة وغيرها الذي كانوا يعطونها شيئا منها، أو مثل المهر الذي يستهل بها الإنسان فرج المرأة فكأن بالأجرة يستهل، ولذلك شبه الأجرة بالمهر. كذلك أن ثمن الكلب مهر البغي وحلوان الكاهن. حلوان الكاهن أيضا أجرة الكاهن الذي يأخذ على الكهانة، على الكهانة يأخذ الأجرة، فنهى صلى الله عليه وسلم إعطاء، نهى عن هذه الأجرة إعطاء وأخذا، لا يجوز له أن يتكهن فيأخذ، ولا يجوز لأحد أن يعطيه أجرة، وهذا يعني لا يأتي أحد يقول يجوز لي أن أذهب إليه وأطلب منه علم الغيب أو بحث عن مفقود أو شيء ولا أعطيه أجرة، لا، بدون أجرة حتى لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا سواء تكهن له بدون أجرة لا يجوز له أن يأتيه مطلقا، فإذا أتى وآتى الأجرة فقد يكون أشد إثما. أما أن ثمن الكلب فهنا قول العلماء، الأصل فيه في الحقيقة يعني نجد الصحابة وغيرهم في زمان القديم سبحان الله أنه ما نجد أن أحدا كان يجيد أن ثمن الكلب، شراء الكلب وبيعها، فقالوا ما دام الحديث من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فمن أين يقتني، هكذا قالوا. فأرد العلماء قالوا الاقتناء يكون في الغالب أن الكلبة تضع أولادا كثيرين في أطراف القرية ويأخذ منها يقتني واحدا أو اثنين منها ويربيها ويعلمها ويكلبه، يكلبه ويعلمه كما جاء مكلبين. فليس معناه أنه الاقتناء لا ينحصر في البيع والشراء، هذا هو الذي قالوا، لكنه تعرفون أنه في هناك قوم من أهل الكوفة هكذا ينسبون، قالوا قوم من أهل الكوفة يجوزون ما دام جاز الكلب الصيد وكلب الماشية فجاز، إذا كان مدربا معلما جاز اشتراؤه. لكن الذي يظهر الله أعلم نهى أن ثمن الكلب مطلقا أخذا وإعطان، فلا يجوز بيعه الكلب ولا شراؤه. كذلك جاء حديث صحيح أيضا نهى أن ثمن الهرة، لعلكم تسمعون الهرة أيضا الناس يشترون ويبيعون أيضا، فلا يجوز هذه على كل حال بيعها وشراؤها، هذا هو الراجح فيها. ثم بعد ذلك في الزمان مع الحاجات وكذا الظاهر أفتوا بشراء الكلاب الخاصة التي هي كلاب البوليسية وغيرها، لأنه لا يحصلون هذه النوعية عندهم، لكن إذا حصل من عند نفسه من أطراف القرية
مما يكون فيما بين المسلمين من هذه الأجراء، الجرو جرو الكلب ويربيه على استطلاء المخدرات وغيرها، فهذا هو الأصل. لكنه قالوا ما دام هناك ضرورة فالضرورات تبيح المحذورات، على هذا المعنى الذين أجازوا أجازوا. قال أبو عيسى الترمذي في الحديث، نعم، قال أبو عيسى حديث أبي مسعود حديث حسن، وفي الباب أن رافع بن خديج وأبي جحيفة وأبي حريرة وابن عباس أيضا جاءت هذه الأحاديث بهذا المعنى نهى عن ثمر الكلب، شواهد لهذه الرواية. ثم قال باب ما جاء ألا يخطب الرجل على خطبة أخيه. نعم، والأخ المقصود منه والله أعلم سواء كان أخوه الشقيق أو أبعد منه من الإخوان من أخوته في الإسلام، فلا يجوز أن يخطب على خطبة أخيه. ومتى يحرم الخطبة على خطبة أخيه؟ إذا كان خطب وأهل البنت أو ربما رغبوا فيه وبدأ يمشون فيما بينهم في الاتفاق، في هذه لا يدخل أحد، لا يدخل أحد ولا يجوز، لأن هذا الإسلام يمنع من كل شيء يكون سببا للإحن والشحناء فيما بين المسلمين، وهذا لا شك فيه. قد يكون فيه سبحان الله يعني قتل قتال، إذا جاء إنسان وصرفت أنه البنت المخطوبة فيكون القتل والقتال لأجل أن هذا قد أهدر كرامته، ليست المسألة هكذا. ولذلك الإسلام ينهى عن كل شيء يكون سببا للخلاف بين المسلمين، وهذا من أعظم أسباب الخلاف. أما إذا كانت المرأة لم تجب أو أهل المرأة لم يجيبوا أحدا، قالت وقالوا ننظر، خطب أحد وطلب يد البنت فقالوا ننظر نفكر وكذا، في هذه الأثناء جاز أن يدخل الثاني والثالث والرابع، لا بأس فيها إن شاء الله. قال حدثنا أحمد بن منيع وقتيبة وابن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قتيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أحمد قال رسول الله، يعني الشيخ أو شيخان للترمذي، قال أحمد حدثنا أحمد ماذا قال؟ قال رسول الله، وقتيبة قال يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه من صيغ الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، ينميه يرفعه، هذه كلها لا خلاف كأنه قال صلى الله عليه وسلم أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا قال أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع الرجل على بيع أخيه بهذا المعنى إذا كان بينهما مساومة وكاد أن يتفق، أما إذا كان يقول انظر لعل أحدا يأتينا أكثر وكذا إذا ما أتى، ففي هذه الحالة يجوز للثاني والثالث أن يدخله ولا يخطب على خطبة أخيه. قال وفي الباب أن سمرة وابن عمر قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، قال مالك بن أنس إنما معنى كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه إذا خطب الرجل المرأة فرضيت، فليس لأحد أن يخطب على خطبته. نعم، إذا كان خطب فرضيت أن نعم يعني موافقين، كذلك إذا كان تبايع اثنان فرضي البائع والمشتري، في هذه الحالة لا يجوز لأحد أن يدخل بينهما. وقال الشافعي معنى هذا الحديث لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، هذا عندنا إذا خطب الرجل المرأة فرضيت به وركنت إليه فليس لأحد أن يخطب على خطبته، يعني مثل قوله مالك رحمه الله لا يختلف. وأما قبل أن يعلم رضاها أو ركونها إليه فلا بأس أن يخطبها قبل أن يعلم رضاها، يعني لا يكون ربما يكون قد بلغ ربما يكون يعني عرف أن عندهم بنت أو هناك امرأة فخطب ولا يعرف أن فلانا يكون قد خطب، لكنه إذا عرف في الحقيقة فيجب عليه أن يبتعد حتى انظروا ما هو، نعم لابد أن يكون حتى يعني تنظروا مع الأول، فلا بأس أن يخطبها قبل أن يعلم رضاها. إذا كان لم ترضى لها شقان،
لم ترضى ونفكر أو ننظر إلى آخره، ففي هذه الحالة أو جاهل لا يعرف أن أحد يكون قد خطب فلا يأثم، لكن إذا عرف بأن أحدا خطب وقد ركنت إليه وركنوا إليها إليه ففي هذه الحالة يجب أن يبتعد، فلا بأس أن يخطبها. والحجة في ذلك حديث فاطمة بنت قيس، حيث جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أبا جهم ابن حذيفة ومعاوية بن أبي سفيان خطباها، فقال صلى الله عليه وسلم، هذه في الصحيح، هذه الرواية في الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فرجل لا يرفع عصاه عن النساء، وأما معاوية فسعلوك. في رواية البخاري: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، لا يضع عصاه عن عاتقه، وهنا لا يرفع عصاه عن النساء. فقالوا: هناك معنيان، ربما دائما يكون عصاه على عاتقه لضرب النساء، والضرب في الرجال لا شك أنه عيب، ضرب الرجال في للنساء عيب. كان شيخنا محمد تقي الدين الهلالي رحمة الله عليه ما ينشد يقول: قاضي شريح، ما أدري هذا، إذا بحثتم ربما في كتاب أخبار القضاة لوكي ابن خلف ربما يكون: رأيت رجالا يضربون نساءهم فشلت يميني حين أضرب زينبا. نعم، إذن كان الأنام. ففي الحقيقة يعني لا شك أن هذا عيب، وأي عيب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كانت جاءت نساء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن الذين يضربون نساءهم فليس أولئك من خيار الناس، خياركم خياركم وأنا خيركم لأهلي. لا يرفع عصاه عن النساء، وقيل أنه لا يضع عصاه عن عاتقه كثير السفر، كثير السفر. في الحقيقة نعم، إذا جاءت المرأة، إذا جاء الرجل يستشير فالمستشار مؤتمن، فجاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم: فلان وفلان خطباني، أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، قالوا كثير السفر، لأن وضع العصا على عدم وضع الأسى عن العاتق هذا يدل على أنه كثير السفر، فهذا لا شك أن المرأة تتضرر به، فلا بد أن يشار إليها ما فيه من العيب والمستشار مؤتمن، وهذا لا يكون غيبة. نعم، وإلقاء الأسى عن إلقاء العصا عن العاتق يقال استقر في المكان، مو كذا ألقى أسى الترحال، تجد أنت كذلك. عائشة رضي الله عنها لما سمعت كما ذكر ابن سعد في ترجمة علي رضي الله عنه، لما سمعت بشهادته فبكت وقالت: فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر. فألقت عصاها واستأذي، هذا شعر الظاهر قديم، وتمثل بالشعر يكون على ما هو: فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر. كأنها سوت القضية بأن علي رضي الله عنه لا شك أنه كان طول حياته في عناء، أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر، ثم بعد ذلك مع الكفار مع المشركين قتال وكذا وكذا، ثم رفع عليه السيف من إخوانه من لم يكن ينكر فضلهم، كل واحد يعرف فضل الآخرين، ثم خوارج الشيعة اللهوه إلى آخره، حتى جاءه اليقين فاستقر واستراح، كأنها سورت هذه القضية. نعم، فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسلم. على كل حال، لا يرفع عصا رجل لا يرفع عصاه عن النساء، وأما معاوية فسلوك، هو معاوية رضي الله عنه الذي صار خليفة، فسعلوك لا مال له، سعلوك سعلك هو يعني دقع بالمرة الذي لا يكون له مال، نعم لا مال له، ولكن إنكه أسامة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر خطبة أبا جهم وخطبة معاوية معا، بل خطب عليهما، قال: ولكن إنكه أسامة. لا، النبي صلى الله عليه وسلم خطبها له أي لأسامة. جاء في الرواية: فكرهته ثم جعل الله لي فيه البركة. هكذا لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم: وما
ما كان لمؤمن إلا مؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله ولن يكون لهم الخيرة لكرهت قال ولكن جعل الله لي فيه البركة ولكن فالمقصود هنا كما قال الشافعي رحمه الله لا يكون حراما إذا كان لم يجب للخاطب الأول فجاز للثاني والثالث فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا دخل في الخطبة على من على خطبتهما فمعنى هذا الحديث عندنا والله أعلم هذا قول كله قول الشافعي رحمه الله معنى هذا الحديث عندنا والله أعلم أن فاطمة لم تخبره برضاها بواحد منهما ولو أخبرته لم يشر عليها بغير الذي ذكرت نعم فإذا تلخص أنه إذا كان أوفق على واحد منهم لا يجوز أن يدخل سواء في البيع أو في الخطبة أحد آخر لكن إذا لم يوافق فهو الذي جاز له أن يدخل فيما غيره ثم قال حدثنا نعم قال حدثنا محمود ابن غيلان محمود ابن غيلان العدوي مضى بنا كثير وهو ثقة قال حدثنا أبو داود وهو الطيالسي عبد الملك بن سليمان قال أنبأنا شعبة قال أخبرني أبو بكر ابن أبي الجهم أبو بكر ابن أبي الجهم أبو بكر اسمه عبد الله بن أبي الجهم وقيل الجهم أبو عبد الله بن الجهم قال دخلت أنا وأبو سلمة بن عبد أبو سلمة بن عبد الرحمن على فاطمة بنت قيس فحدثتنا أن زوجها طلقها ثلاثا ولم يجعل لها سكنى ولا نفقة قالت ووضع لي 10 أقفزة عند ابن عمي لي قفيز هذا مقدار من مما كانوا يزنون أو يكيلون به القمح ودخن وغيره قفيز عند ابن عمي لي 5 شعيرا و5 برا قالت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له قالت فقال صدق قالت فأمرني هو في الحقيقة بعد الطلاق الثلاث هل المرأة تستحق النفقة والسكنة هنا هذه المسألة جاءت لا نفقة ولا سكنة لأنها الآن بانت منه لكن إذا كانت في طلاق رجعي بعد الطلقة الأولى فهي تعتد على حسابه ثم في الطلقة الثانية طلاق رجعي أيضا تعتد على حسابه فعليه نفقتها وسكناها أيضا لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإذا أما الثالثة فلم يبق بينهما علاقة فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فبذلك قالت صدقت يعني حتى هذا زيادة كأنه منه ورفادة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له قالت فقال صدق قالت فأمرني أن أعتد في بيت أم الشريك ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بيت أم الشريك بيت يغشاها المهاجرون لكن اعتدي في بيت ابن أم مكتوم نعم يغشاها المهاجرون الظاهر أم الشريك وجاء في ترجمتها أنها كانت امرأة كريمة ذات يد يعني يدها طويلة وكانت تنفق وتطبخ لهم أشياء أظن هذا قديم هذا موجود هذه سنة قديمة يقول أعمش العامش نعم هذا موجود في قال كنا نخرج من المسجد فكانت لنا أو في حينا امرأة كانت تأخذ الشعير وتغلي وترمي بها سلقا ترمي فيها السلق وتجعل لنا بشبارجات ما أدري إيش هو فكانت تطعمنا بعد الجمعة لعل مثل هذه رحمة الله عليهم نعم وجاء في ترجمتها أنها كانت تطعم أصحاب المهاجرين مما عندها لكن اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فعسى أن تلقي ثيابك أو تلقى ثيابك ثيابك فلا يراك فإذا انقضت عدتك فجاء وفي رواية أخرى في أي جاء هنا فجاء أحد يخطبك فآذنيني وفي رواية أخرى فإذا انقضت عدتك فآذنيني فجاء أحد يخطبك فآذنيني فإذا على إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم جاءت وأخبرت
فقالت إن أبا جهم ومعاوية قد إن أبا جهم ومعاوية خطباني فقال إن كي أسامة. فلما انقضت عدتي خطبني أبو جهم ومعاوية قالت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال أما معاوية فرجل لا مال له وأما أبو جهم فرجل شديد على النساء. قالت فخطبني أسامة بن زيد فتزوجني فبارك الله لي في أسامة. هذا حديث صحيح وقد رواه سفيان الثوري عن أبي بكر بن أبي الجهم نحو هذا الحديث وزاد فيه فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم انكحي أسامة. حدثنا بذلك محمود قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم بهذا. ثم قال باب ما جاء في العزل. باب ما جاء في العزل. العزل هذا عزل يازل بمعنى فصل و اختلفوا في قال لا سكنة ولا نفقة. جاء في هذا هو حتى يعني الرواية رواية البخاري لا نفقة ولا سكنة. نعم. وأظن بعضهم قالوا لها سكنة ولا نفقة. لها سكنة ولا نفقة لكن الظاهر السكنة أبعد لأن السكنة أين يكون؟ في مكان آخر أم في مكان الزوج؟ لماذا وجب على المرأة المطلقة الطلقة الأولى والثانية أن تكون في البيت؟ لأن الإسلام لا يريد أن يتفرق لعل الله هي تكون بعد الطلقة الأولى في بيته وهو محرم لها ولعل يكون بينهم أولاد وكذا فيميل بعضهم إلى بعض. أما إذا خرجت من بيتها بعيدا فهذا قد يبعدهن أكثر. كذلك في الطلقة الثانية يجب أن تكون ولا يخرجن ولا تخرجوهن، يجب أن تكون مع الزوج. وهذا مما يحصل من المخالفات في الحقيقة في أدب الطلاق في هذا الزمان، فأول طلقة يطردونها طردا فيحصل بعد كثير وقد يكون يفضح الأمر. أما في أول طلقة قد يكون يتراجعان فيما بينهما. على كل حال هذا أمر واضح جدا نفسيا أو في الأمور النفسية يجب على أن يكون لا يخالف هذه السنة فيقل الطلاق في الحقيقة. الآن الطلاق بمجرد ما يقول عليك 100 طلاق يلا أخرجي ويرمونها إلى بيت أبيها. الحاصل على كل حال باب ما جاء في العزل. العزل هو نزع الذكر عند الجماع بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج، وكانوا يفعلون هذا خاصة مع الإماء. وهل يجوز مع النساء الحرائر أو لا يجوز؟ جاء الخلاف فيه. قالوا إن التمتع لا يحصل الكامل، استمتاع الكامل بالجماع للرجل أو المرأة لا يكون إلا بالإنزال. فإذا المرأة يعني قد تتأذى من هذا أو قد لا تستمتع كما هو المطلوب، فمن حقها أن لا ترضى بهذا. فإذا لم ترضى فلا يجوز للزوج. أما الإماء كانوا يخافون أنها إذا حملت فتضعف عن الخدمة أو تنقطع عن الخدمة فأجازوا. نعم. على كل حال قال حدثنا محمد بن عبد الملك ابن أبي الشوارب من الثقات قال حدثنا يزيد ابن الزريع مضى بنا كثير أبو معاوية البصري ثقة قال حدثنا معمر وهو ابن راشد البصري عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان العامري ثقة عن جابر وهو ابن عبد الله الصحابي رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله إنا كنا نعزل فزعمت اليهود أنه الموؤودة الصغرى، الموؤودة التي تدفن البنت حية وهي حية. فقال كذبت اليهود إن الله إذا أراد أن يخلقه فلم يمنعه، إن الله إذا أراد أن يخلقه فلم يمنعه. وفي رواية أخرى لو أهرقته على صخرة ثم أراد الله أن يخلق منها لخلق. فعلى كل حال يعني تسميتهم الموعودة الصغرى، والموعودة لا شك إثمها كبير، وإذا كان صغرى فعليه إثم أيضا، وإذا الموعودة سئلت بأي ذنب قتلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبت اليهود، وإذا أراد الله أن يخلق فلا بد أن يكون الخلق إن شاء الله. فهذا الذي يستدل به على أنه جاز العزل، لكن اختلفوا بأدلة أخرى من الشريعة بأنه المرأة تتضرر بهذا، وخاصة الحرة لها حق أن تمنع فيجب أن يمتنع.
ومن هنا جاءت فتاوى العلماء يعني في استعمال منع الحمل مؤقت أو كذا إلى آخره. نعم. قال وفي الباب عن عمر وبراء والبراء وأبي هريرة رضي الله عنه. نعم. أما حديث عمر فأخرجه أحمد وابن ماجه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها. هذا الحديث لم يصح وراوي فيه ابن لهيعة وفيه مقال معروف. على كل حال أيضا جاءت رواية عن ابن عباس قال نهى أن أزل الحرة إلا بإذنها وهي أيضا ضعيفة. لم يأتي حديث صحيح في التفريق بين الحرة وغير الحرة أو طلب الإذن من الحرة إلا أن العلماء من أدلة أخرى قالوا إن الاستمتاع الكامل لا يحصل بالجماع إلا بإنزال، فيكون للمرأة حق في منعها ويجب أن يقبل هذا الحق الزوج. ومن هنا قالوا لا يجوز أن يفرقون بين الحرة وبين الأمة. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد وابن أبي عمر وهو العدني كلاهما من المصنفين ولهم مسانيد. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار وعن عتاين وهو ابن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال كنا نعزل والقرآن ينزل. هكذا هنا وفي روايات أخرى كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. هكذا هو لا شك فيه أنه إذا كان الصحابة يعملون عملا خفيا أو من وراء النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فإذا كان أمرا منكرا من القول والفعل ومنهم من يقول ومنهم من يقول كذا آيات جاءت، فالله يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم وينكر عليهم. فهذا يدل على السنة التقريرية، وما إذا حصل فعل من الصحابة والفعل ولو كان في جنح الظلام في الليل ما زوجته ويكون حراما، لو كان حراما كان الله يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك استدل جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني لو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. أخبر الله نبيه بالوحي بما كنا نفعل بأنه حرام، فاستدل بهذا على جواز العزل. نعم. قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح، وهذا دليل على السنة التقريرية، وقد روي عنه من غير وجه، وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في العزل. وقال مالك بن أنس تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الأمة، يعني الأمة لا تحتاج أن تأخذ إذنها وأمرها، أما الحرة تستأمر كأنها تقول تأتيك الأمر، تستأذن وتستأمر بينهما فرق، فكأنها لابد أن تصرح لك بأنه لا بأس. نعم. وربما تكون هي نفسها عندها هوى في هذا ولا تريد أن تحمل وكذا، لكن الإنسان ينبغي أن ينظر أنه لا يتخذ هذه عادة طول الحياة لقطع النسل. تزوج الودود الولود، وقد يكون حاجة خاصة مؤقتة، قد يكون كما أجازوا التوقيت في يعني الحمل، أجازوا إذا كان يخاف على نفس على حياة المرأة إذا حملت أو إذا عملت عملية، يعني فتاوى جاءت بصورة ضيقة جدا لا يجوز أن يوسع أكثر، ولا بد أن يكون يعني يتوكل على الله إن شاء الله، والله يعين المرأة على عدة حمل. كل سنة بعض النساء ما شاء الله تلد. نعم. باب ما جاء في كراهية العزل. قال حدثنا ابن أبي عمر وقتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح وهو عبد الله عن مجاهد عن قزعة ابن سعيد. نعم. قزعة ابن يحيى البصري من الثقات قال أنا بسيد قال ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما يفعل ذلك أحدكم، لما يفعل ذلك أحدكم، هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم
لم يحرم إلا أنه لم يحبه. لما يفعل ذلك أحدكم؟ إن كان يفعل لمنع الحمل فإذا أراد الله أن يخلق منه شيئا فلا بد أن يخلق ما ألف حيلة منك. نعم. فبذلك كنت ندرس هذه كنا ندرس هذه الأحاديث فأخبرنا أحد المشايخ نعم فقال ذكر قصتين سبحان الله. قالوا جاء في بعض الأخبار والجرائد أن امرأة في بيروت أو في لبنان حملت من أخيها بدون فاحشة حملت. قالوا عندهم المغطس المسبح ربما يكون أخوها يكون قد جاءه شيطانه فيكون يعني استمنى في الماء وهذه ردفته في الماء فتسرب إليها سبحان الله سبحان الله القادر. فحققوا ووجدوا أن هذا من أخيها حملت هكذا وهي بكر أيضا سبحان الله. فقدر الله الإنسان يسعى ويسعى بعض الناس كل العلاجات وكذا ما يولد له لكن هذه جاء. وقال لنا الشيخ نفسه وهو من أهل اليمن قال كانت عندنا امرأة ترعى وهذه قصة ما أنساها. يقول عندنا كانت امرأة ترعى الغنم فجاء رجل فراودها وراودها لم ترضى فأمنى على الأرض هكذا سبحان الله قصة عجيبة. فيقول فلما ذهب هو هرب لأنه يخاف فجاءها شيطانها فأخذت الماء فدلكت في نفسها الله المستعان فتسرب إليها. فلما حملت فسألوها هذا قصة قديمة ما كانت تعرف كيف تسقط وكذا فوجدوا أنها بكر لكنه سبحان الله حامل. فهذا يصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أردت أن لو أحرق على صخرة وأراد الله أن يخلق منها يخلق. نعم. هذه القصة يذكرها الشيخ وهو من يعني قال هذا حصل ونعرف القصة تماما. نعم. ثم بعد ذلك قال لما يفعل ذلك أحدكم يعني لو أراد الله يخلق ما يفيد شيء ليش يفعل أحد هذا. لكنه لما لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم صراحة استدل به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجواز منه. قال أبو عيسى زاد بن أبي عمر في حديثه ولم يقل لا يفعل ذلك أحد. هذا هو يعني كأنه فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يقل لا يفعل ذلك أحد نهيا. قال في حديثه فإنها ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها فسواء عزلت ولم تعزل لا تعزل لا يفيدك ما أردت. قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أبي سعيد وقد كره العزل قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من فعل من قول النبي صلى الله عليه وسلم. الكراهة هل المقصود منه الكراهة بمعنى كراهة تنزيهية؟ الظاهر في اللغة القديمة الكراهة كانوا يستعملون بالتحريم بارك الله فيك. الصحابة كانوا إن أكره ذلك أو كذا أي أحرمه هذا هو الذي نعم. وفي الكتاب الله تعالى الكراهة جاءت بهذا المعنى كلها نعم في أي موضع. وكل ذلك كان سيئه عند ربك بعدما ذكر قتل النفس والزنا وقتل الأرحام وكذا نعم. باب ما جاء في القسمة للبكر والثيب يعني للذين يوفقهم الله تبارك وتعالى ليعددوا أو يتعددوا. باب ما جاء في القسمة للبكر والثيب. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف الباهلي ثقة قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء وهو خالد بن مهران الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لو شئت أن أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه قال السنة. يعني هو في الحقيقة جاء في رواية البخاري مفسرا قال أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب على الثيب أقام عندها ثلاثا. قال أبو قلابة لو شئت لقلت إن أنسا رفعه
يعني قال من السنة، وهذا في وصول الحديث من الألفاظ التي يعرف منه أنه مرفوع من السنة، وجاء في السنة كذا. إذا قال الصحابي من السنة فمعناه أنه قال هو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو من قوله وتقريره. ولذلك أبو قلابة قال، فهنا لم يفصل، يقول أنا بقلابة عن أنس قال لو شئت أن أقول أنا أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه قال، لكنه قال إشارة إلى هذا أن هذا قول أبي قلابة وليس قول مالك، قول أنس بن مالك رضي الله عنه. أنس بن مالك من السنة، فأبو قلابة يقول لو شئت أن أقول أن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن إذا تزوج الرجل البكر على امرأته، أي على امرأته السابقة، أقام عندها عند البكر سبعا ثم قسم، ثم قسم، هذا معناه. وإذا تزوج الثيب على الثيب على المرأة على امرأته أقام عندها ثلاثا ثم قسم، يعني ثلاث متواليات ثم يقسم ليلة وليلة. قال وفي الباب عن أم سلمة أخرجه البخاري وغيره هذا الحديث. قال أبو إيسى حديث أنس حديث حسن صحيح، وقد رفعه محمد بن إسحاق عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس، ولم يرفعه بعضهم، لم يرفعه بعضهم إن كان يقصد أنه لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآخرون قالوا قال أنس، فإن كان يقول لم يرفعه بعضهم وقال من السنة فهو الصحيح، أما لم يرفعه أنس قال فتوى من عنده إذا أقام بدون ذكر من السنة، فمن الممكن أن يكون أيضا موقوفا، وهذا الموقوف يقوي مرفوعه الذي قد أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقل من السنة أو لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر فتوى له بناء على ما ثبت لديه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، قالوا إذا تزوج الرجل امرأة بكرا على امرأته أقام عندها سبعا ثم قسم بينهما بعد بالعدل، وإذا تزوج الثيب على امرأته أقام عندها ثلاثا، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وإذا جاء الحديث الصحيح لا ينبغي أن يكون القول غيره، لا ينبغي إلا إذا كان حديث آخر فيه شيء آخر. وقال بعض أهل العلم من التابعين إذا تزوج البكر على امرأته أقام عندها ثلاثا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ليلتين، والقول الأول أصح. نقول هذا من ميزة الترمذي رحمه الله أنه يذكر الخلاف ثم يعطيك بالحسم وبالعزم الصحيح، سبحان الله. العقل يقتضي إذا كان الحديث صحيح ثم لم يوجد خلاف بين الصحابة فيهم، ثم لم يوجد في الأئمة مالك والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوية وغيرهم قالوا هذا، ثم جاء أحد يخالف هذا، لا شك أنه يكون هو مرجوح. ولذلك يعلمنا الفقه، فقه الكتاب والسنة وفقه الراجع، يجب على طالب العلم إذا أراد أن يبحث فينظر في أقوال العلماء رحمة الله عليهم وأدلتهم، ثم يعطي القول الراجح بالدليل الراجح. نعم، ولا يجوز أن نقول كلهم صحيح، يعني هناك قد كتب بعضهم قال أي واحد خرج من المذاهب الأربعة فهو خارجي، لا يجوز، قد يصل إلى الكفر، ثم قال يجب أن يأخذ من أحد من الأئمة ويكون مقلدا لأحد من الأئمة، ثم زينه بقول بعض الشعراء وكلهم من رسول الله مقتبس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، هذا البوصيري أظن كذا، وكلهم من رسول، وهذا خطأ لا شك فيه. أئمتنا قد أوصونا أن خذوا بالدليل، ومن لم يعرف دليلي فلا يأخذ بقولي، هذا قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله. فإذا الإمام الترمذي هذا من ميزته من بين الكتب الستة أنه فقه مقارن، ويعطيك الفقه الراجح ويعلمك الفقه الصحيح. نعم، قال والقول الأول أصح، لأن الحديث من أصح ما يكون مرفوع وعمل به الصحابة، ما لبعض التابعين عذر إلا أن يكون لم يبلغه الحديث، إذا بلغه ما حق له ولا استقام يخالفه. نعم، قال هنا
أيضا قال في الحقيقة نقل يقول حتى نسب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله وقال قال محمد لما ذكر الحديث الصحيح. تعرفون هي في الحقيقة المسألة ينبغي أن تكون يعني نحن طلبة العلم لابد أن نتربى على حب السنة لا حب المذاهب. قال محمد وقد خالف الإمام أبا حنيفة رحمه الله قال بهذا الحديث نأخذ بهذا الحديث نأخذ يعني أنه سبعا وسبعا. قال المصنف رحمه الله قال قلت مذهب الحنفية أنه لا فرق بين الجديدة والقديمة ولا بين البكر والثيب بل يجب القسم بينهن بالسوية. ينبغي أن ننظر الإمام إذا لم يبلغ الحديث صحيح هذا الذي يوديه إلى القول بهذا. والاستدلال على هذا بحديث أم سلمة غير ظاهر بل ظاهر منه ما ذهب إليه الجمهور وقد أقر به صاحب التعليق الممجد على موطئ الإمام محمد وهو الشيخ الحنفي رحمه الله قال استدل أبو حنيفة وأصحابه بالظواهر الواردة بالعدل بين الزوجات وأجيب بأن أحاديث الباب مخصصة للظواهر. نعم الأحاديث جاءت بالعدل بين النساء اعدلوا بين النساء ومن لم يعدل يأتي يوم القيامة إحدى شقيه مائل للآخر أو أحد شقيه مائل. ففي الحقيقة إذا نسب إلى الإمام هذا القول ينبغي أن ينذر هل ثبت مثل ما تبحثون في الحديث بدقة إلى الغيرية. ربما إذا بحثنا أقوال الأئمة في المنسوب إليهم كثيرا من الأقوال تضمحل ولا نجد له أصلا، لكن إذا ثبت فلا شك الحديث هو القاضي في المسألة. باب ما جاء في التسوية بين الضرائر. قال حدثنا ابن أبي عمر وهو الأدني قال حدثنا بشر بن السري أنه قال أنه قال حدثنا عبد الله حماد نعم حماد بن سلمة حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. هذه الرواية فيها كلام من الأئمة قال أخطأ بعضهم. قال أبو عيسى حديث عائشة هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم ورواه حماد بن زيد غير واحد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم. الصحيح في هذا أن الراوي أخطأ في هذا. حماد بن سلمة كان يخطئ في الروايات قالوا وكان قد اختلط في بعض الأيام ولذلك ضعفوا هذا الحديث. وجاءت المسائل وبحث فيها العلماء كثير. ليش أخذت يا أخي؟ فجاء هل النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه القسم واجب أو ليس كان واجب وقوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتوي إليك ممن تشاء استدلوا بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجب عليه القسم. ولكن الذي يظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أعدل الناس وهو قدوة الناس وكل شيء، فما نظن أنه هناك أدلة خاصة تخص النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجب عليه القسم، إلا أن هذا الحديث بهذا اللفظ لا يصح. ولا تلمني فيما تملك ولا أملك، لعل شاهده فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب حب القلب بعض النساء أكثر كما هو معروف. من أحب الناس يا رسول الله إليك؟ قال عائشة. قالوا من الرجال. قال أبوها. فهذا إذا كان فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، لكن الحديث ما دام لم يثبت فلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ونؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان كما شهدت بعض النساء أيضا. تذكرون الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفضل بعضهن على بعض، جاءت الرواية واضحة جدا. نعم فالقسم على النبي صلى الله عليه وسلم كان واجب وليس واجب. القرطبي في التفسير
وكذلك الآخرون قالوا لم يكن واجب، واستدلوا بقوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، لكن ممن تشاء أو تؤوي إليك ممن تشاء. وكان الظاهر في سياق النساء إذا أردنا قل يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين يمتعكن ومتعكن وأصرحكن سراحا جميلا. ففي هذا السياق جمعوا هذه الرواية وهذه الآية وتلك الآية، وقالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الخيار في مثل هذا إذا طلبت أحداهن أو إذا كانت كلهن تريد، ولذلك خيرهن النبي صلى الله عليه وسلم فكلهن يخترن النبي صلى الله عليه وسلم. فليس يظهر بدليل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن القسم عليه واجبا. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد البشار أنه قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي الإمام أنه قال حدثنا همام عن قتادة عن النضر بن عنس عن بشير بن النهيق الثقات الأثبات رجال الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط، سبحان الله، ويكون كأنه له فضيحة على رؤوس الأخلاق، على رؤوس الناس، رؤوس الخلق، جاء يوم القيامة وشقه ساقط، وفي رواية أخرى أحد شقيه مائل، والله المستعان. باب ما جاء في الزوجين مشركين يسلمه. قال أبو عيسى وإنما أسند هذا الحديث همام بن يحيى عن قتادة ورواه هشام الدستوائي عن قتادة قال كان يقال، ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديث همام. الترمذي ماذا يقول؟ وهمام ثقة حافظ، فلذلك لا يعلل بما إذا كان قتادة في بعض الأحيان لم يصل ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح. باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما. قال حدثنا أحمد بن مني وهناد قال حدثنا أبو معاوية عن الحجاج وهو ابن أرطى، حجاج ابن أرطى وهو كثير الخطأ صدوق في ذاته في صادق اللهجة لكنه كثير الخطأ والتدليس، وهنا تدليس أيضا، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص ابن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد. القصة الصحيحة فيها يأتي الرواية الصحيحة أنه قال حدثنا حناد أنه قال حدثنا يونس بن بكير وهو يونس بن بكير بن واصل الشيباني عن محمد بن إسحاق وهو المطلبي صاحب السيرة متهم بالتدليس، لكنه هنا صرح قال حدثني داود بن الحسين عن إكرمة عن ابن عباس قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب أبا على أبي العاص ابن الربيع بعد 6 سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا. هذا الحديث الصحيح، وجاء خلافه الحديث الذي هو الأول رد بنكاح جديد، ولذلك اصطلاحا ماذا يسمى؟ ضعيف إذا خالف الصحيح منكر. فلذلك الحكم الدقيق في هذا الحديث حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لأجل الحجاج بن أرطات أنه منكر، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب بالنكاح الأول والمهر الأول بعد 6 سنين. هذا قد يكون فيه إشكال، هي أولا أسلمت وهاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي أبو العاص بن الربيع 6 سنين لم يسلم، فلما أسلم ضمهما صلى الله عليه وسلم بدون إحداث نكاح جديد. ولا شك أن بعد ما انقضت العدة في الغالب في الطلاق، لكن هنا لم يحصل الطلاق، ما هو كذا، وكلاهما راض بالثاني. نعم. تأخر هو هذا 6 سنين أقول، وهذا الذي بعد 6 سنين. فقالوا الصحيح في هذا كما يستخرج من هذا الحكم كما ذكر ابن القيم وغيرهم بالتفصيل في شرح أبي داود وغيره أن النبي أن الإنسان إذا أسلم أحدهما الزوجين أسلم أحدهما فينتظرانه،
فإن أسلم أحدهما إلى وينتظر ولم يتزوج المرأة إذا انقضت العدة جاز لها أن تتزوج، فإن تزوجت فقد تزوجت، وإذا انتظرت إسلام زوجها أو بالعكس الزوج ينتظر إسلام زوجته ففي هذه الحالة يرجعان بالنكاح الأول. هذا الذي يتلخص من هذا الحديث من المسألة، يعني لا يجب نكاح جديد ولو انقضت العدة، لكن بعد انقضاء العدة للمرأة حق أن تتزوج لأن الإسلام فرق بينهما. مع ذلك إذا انتظرت وانتظر جاز أن يرجع ويجتمع بدون نكاح جديد، هذا هو الذي إن شاء الله الصحيح. أما في حالة الكفر لا يجوز أن يجتمع إذا كان أحدهما أسلم والثاني فلا يجوز أن يختلط ويجتمع ولا يجامع الزوج المرأة في هذه الحالة. نعم، لكن إذا كانت تنتظر وهو ينتظر أحدهما لم يسلم فجاز أن يجتمع إن شاء الله، يجتمعنا أو يجتمع إن شاء الله. يقول هنا أن قال أبو عيسى هذا حديث ليس بإسناده بأس، ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث. لا لا، هو داود بن الحسين، داود بن الحسين في أي حديث؟ في هذا الحديث الذي أمامنا. قبله قال أبو عيسى هذا إسناد، هذا حديث في إسناده مقال، أي الذي رد بمهر جديد ونكاح جديد، هذا حديث في إسناده مقال. وفي الحديث الآخر أيضا مقال، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها ثم أسلم زوجها وهي في العدة أن زوجها أحق بها ما كانت في العدة، وهو قول مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. قالوا إذا كانت العدة باقية فهو أحق، لكن إذا انتهت العدة فتتزوج. لكن في الحديث الثاني ماذا قال الترمذي؟ قال هذا حديث ليس بإسناده بأس، ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث، يعني بعد من قضت العدة كيف والإسلام قد فرق بينهما كيف يجتمعان بالنكاح الأول. ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حسين من حفظه، يعني كأنهم قالوا إن هذا الحديث أخطأ فيه داود بن الحسين. داود بن الحسين هو كان، والله أعلم، قالوا إنه كان قد اختلط فقط، وإلا هو ثقة داود بن الحسين. ومحمد بن إسحاق يكون روى، والله أعلم، قبل أو بعد، يعني يحتاج إلى التحقق. فكأنه يقول لعله جاء هذا الخطأ من قبل حفظ داود بن الحسين، لكنه قد صححه حتى الإمام أحمد وغيرهم أيضا، فجاء القول بأنه ما دام هذا أصح وذاك منكر، لأن هذا صحيح وله شواهد أيضا جاء في روايات أخرى وقول التابعين أيضا. فبهذا يكون وجهه كما قال الشافعي الترمذي، لا نعرف وجه هذا الحديث معناه إن شاء الله كما جمع العلماء غير واحد منهم بين هذا وما بينما الإسلام يفرق بينهم، ولا هن حل لهن ولا هم يحلون لهم، فيكون بهذا المعنى أنه إذا انتظرت فترجع، ويكون هذه سنة خاصة في هذا الباب، سنة خاصة في هذا الباب. نعم. وبعضهم ذهب إلى تاويلات وقالوا أن لعل عدتها، لعل حيضتها استمرت 6 سنين، هذا بعيد جدا لعل ولعل، لكن إن شاء الله يستخرج منه ما دام صحيح أنه إذا انتظرت ولها حقها أن تنتظر وقد عاشر معاشرة طيبة وكذا، ففي هذه الحالة ترد بدون نكاح جديد إن شاء الله. قال حدثنا يوسف بن عيسى وهو ابن الطباء الثقة، قال حدثنا وكيع أنه قال حدثنا إسرائيل، إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، عن سماك بن حرب، عن إكرمة، عن ابن عباس، أن رجلا جاء مسلما، أن رجلا جاء مسلما. هنا سماك عن إكرمة ضعفوا حديثه، سماك عن إكرمة، إكرمة مولى ابن عباس، سماك روايته عن إكرمة ضعيفة، هكذا حكموا. عن ابن عباس أن رجلا جاء مسلما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت امرأته مسلمة فقالت يا رسول الله إنها كانت أسلمت معي،
فردها علي. نعم فردها علي أو فردها عليه. فردها علي يعني قال يا رسول الله إنها أسلمت معي، يعني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو سابقا ثم لحقته فيما بعد امرأته، شهد الزوج أنها كانت أسلمت معه، أسلمت معه إلا أنها لم تلحق إلا فيما بعد. فردها علي يا رسول الله، فردها رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم. الحديث من حيث الإسناد فيه كلام أنه ضعيف، لكن حكم المسألة ما هي؟ الظاهر إذا أسلم الزوجان فهما يكونان مثل ما هناك على أبي العاص ابن الربيع ردت بالنكاح الأول، فهذه بدرجة أولى. والدليل عليه آلاف الصحابة كلهم الذين أسلموا ولم يجدد لهم نكاح، واعتبر نكاح الجاهلية نكاحا مستمرا شرعيا. فالمعنى الحديث الصحيح ولفظ الحديث لأجل الراوي ضعفوه. نعم. وقال وحديث الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، هذا حديث صحيح. سبحان الله. نأخذها إن شاء الله بعد. الله أكبر الله أكبر. يقول وحديث الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد. قال يزيد بن هارون حديث ابن عباس أجود إسنادا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب. العمل عند البعض، ليس كلهم اتفقوا على هذا. على كل حال، ثم بعد ذلك قال باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن. قلنا هذا حديث صحيح. سمعت عبد بن حميد يقول سمعت يزيد بن هارون يذكر عن محمد بن إسحاق هذا الحديث. قال باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها، أي قبل أن يقدر أو يعين لها مقدار المهر. قال حدثنا محمود بن غيلان وهو العدوي الثقة، قال حدثنا زيد بن الحباب وهو العكلي، وهو يخطي في حديث الثوري، وهنا روايته عن الثوري، إلا أن الرواية جاءت من طرق أخرى فذهب ظن الخطأ في حديث الثوري. زيد بن حباب قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن منصور وهو ابن المعتمر عن إبراهيم والتيمي عن علقمة عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها. في بعض الروايات أنه تردد عليه شهرا ولم يفتي بشيء، ففي الأخير قال أقول فيها برأي، إن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فهو مني، هكذا ليس من الشيطان وكذا، مني بهذا اللفظ. فقال ابن مسعود لها صداق نسائها لا وكس ولا شتت، لا زيادة ولا نقص، يعني هو الذي يسمونه مهر المثلي، يعني مثل النساء في القبيلة أو ثيب أو بكر أو كذا. وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضيت. فرح بها ابن مسعود لأنه وافق قضاء النبي صلى الله عليه وسلم قضاؤه. قال وفي الباب عن الجراح وهو جراح بن أبي الجراح الأشجعي صحابي، وأخرج حديثه أبو داود بهذا المعنى. ولذلك الحديث صحيح. والمسألة بأنه إذا مات الإنسان عن امرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها المهر، إذا فرض المهر فهو هو، وإذا كاملا، لكن في حالة الحياة إذا طلقها فلها نصف المهر، أما في حالة الموت موت الزوج فيكون المهر مثل مهر الكامل، وإذا لم يفرض فمهر المثل. حتى في الحياة أيضا إذا تزوج ولم يفرض فيفرض لها مهر المثل. فقال لا شتت ولا وكس، وعليها العدة ولها الميراث. هذا هو الحكم الذي يؤخذ من هذا الحديث. ثم قال حدثنا الحسن ابن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون وعبد الرزاق كلاهما عن منصور ابن المعتمر. فإذا سفيان في حديثه زيد بن الحباب
أخطأ، لكنه هنا طريق آخر متابعة تامة، كلاهما عن سفيان يرويان يزيد بن هارون عبد الرزاق عن سفيان المنصور بهذا الحديث. فإذا لو لم يكن حديث زيد بن حباب الذي يخطي في حديث الثوري لا يضر في الحديث شيء. قال أبو يوسف حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وبه يقول الثوري وأحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر، إذا تزوج الرجل المرأة ولم يدخل بها ولم يفرجها صداقا حتى مات قالوا لها الميراث ولا صداق عليها وعليها اليد، وهو قول الشافعي وصلى الله عليه وسلم.